شيخ الركب هذا جميع البلدان ظهرها بالخيول متاع الضفاء يقولوا 25 تراس ولا 30 تراس لما قال الهجوم ما لو أن وصل هنا لليلة تبلبو والناس زمة ما ثم شيء كعبة الشعير ولا قمح ما ثم عندهم كانت بيش نص صفراء هيا جاهم شيخ البلاد بيشنا اليوم فيها بيشنا الصفراء مش هالبيشنا الحمراء لينا جويدك الحمراء هذه بيشنا صفراء زي الثانية لا بيشنا يقولها بيشنا صفراء بيعملوا بيها الكسكسي اي كسكسي ايه جاء الشيخ البلاد معناها اللي كانوا 20 مرة ولا 30 مرة كانوا مرة في كل شيء شيخ الرقب راوها وزين بخيلة وما كانوا هكا الخيل كلها معناها سبوهم ووكلوهم كان قصة ولا حشيش ولا البطانية ولا هم النعمة ما تماش ما تلعبش جيبي مهراسك وتعالي جيبي مهراسك وتعالي فكما لا فرقك البشنة ما عاد على البشنة الصفرة ما على فرد كعبة وما كانوا سيدي والحمل علوش وما كانوا ما أذن المغرب الله حضرتك الخيراتي كلوا وتحمدوا وشكروا وقالوا قولوا لي الكسكة هاي كسكتي على فرد كعبة يعطيها الصح ايه ماشي على فرد كعبة وتتباوخ سبع مباوخاتك البشنة هيك قالهم يجعل شاء الله البلدان كلها تهزر وهالبليدة ما تهزر معناها تهزر تهزر معناها البلدان كلها توقع فيها زمم وتهجم عليها وتبلبو ديما حية ديما العشير اللي يجي فيها يعيش وما لها ما ثمش من يهطي معناها يمشي لفريقة ولا يمشي كان شلها يمشي لفرنسا ولا يمشي معناها مرتاحين في يخد هذه هي دعوة شيخ الركب الحمد لله الله يحييكم الله ينوركم Thank you.